سبحان الله، حتى العبادات كان فيها فائدة لك أيها الإنسان. يعني هذا أغرب ما في هذا الدين، حتى الأشياء التي فرضها الله عليك أيها الإنسان فيها فائدة طبية لك ونفسية. يعني انظروا كم الله رحيم، عندما أمر عباده بأمر إنما جاء لمصلحتهم. أهم أمر في الإسلام هو الصلاة، هي عماد الدين، فمن أقامها أقام الدين، ومن تركها ترك الدين. الحقيقة أيها الأحبة، من لا يشعر بحلاوة الصلاة، لا يتذوق هذه الحلاوة، سبحان الله تجده بعيدا عن الصلاة وحياته كئيبة وبائسة. ولكن هناك شيء، أن الذي يصلي ويلتزم لا يترك الصلاة أبدا، يشعر وكأن الشيء هناك نقص في داخله إذا فاته وقت من أوقات الصلاة. لماذا؟ لأنها سعادة للإنسان وراحة لك أيها الإنسان. دعونا نخاطبكم بلغة البحث العلمي اليوم أيها الأحبة. هناك بحث عن الصلاة الحقيقة غريب جدا، نشر في مجلة للأنظمة الهندسية، يعني ليس لها علاقة حتى بالأمور الدينية أو الإسلامية، عن حركات الصلاة. دعوني أتأمل معكم هذا البحث العلمي. هنا يؤكدون أن الصلاة مفيدة للنظام العصبي جدا جدا جدا، وأن حركات الصلاة التي يؤديها الإنسان مناسبة جدا لتصميم عظامه وتصميم عضلاته، وتعتبر أفضل من أي رياضة أخرى، لأن كل أنواع الرياضة لابد أن يكون فيها عنف وأذى، ولكن حركات الصلاة سبحان الله مصممة بطريقة لتغطي كل عضلات الجسد وتحرك جميع مفاصل الإنسان تقريبا، وتنشط الدورة الدموية. وبالتالي يقول عنها الباحثون إن الصلاة مفيدة لآلام العظام، آلام الرقبة، فقرات الرقبة، آلام أسفل الظهر، وآلام أخرى كثيرة جدا، المفاصل وغير ذلك. حتى إن الصلاة تنظم لك وقتك إذا التزمت بها كما أمرك الله بها بمواقيتها. الصلاة أيها الأحبة، وجد العلماء في دراسات كثيرة الحقيقة أن لها فوائد طبية ونفسية. الفوائد الطبية، فائدة للجسم والدماغ والأعصاب والدورة الدموية والقلب، وفوائد نفسية، أنها تنظم لك الوقت وتمنحك السعادة. هذه دراسة أيها الأحبة تقول إسلامك براير، أي الصلاة على الطريقة الإسلامية، تخفض آلام أسفل الظهر وتعطي مرونة لمفاصل الإنسان. من لديه مشاكل في المفاصل فليلجأ إلى الصلاة. هذه مجلة علمية، يعني غير إسلامية، مجلة علمية وهندسية متخصصة بالشؤون الهندسية. هم قاموا فقط بوضع برنامج على الكمبيوتر، وأخذوا حركات الصلاة التي يؤديها إنسان، وصنعوا محاكاة لها من خلال الكمبيوتر، وأدخلوا معلومات عن أوقات الصلاة أيضا، وعن المدة المثالية للصلاة بخشوعها، ليست الصلاة السريعة، وأدخلوا بيانات أخرى تتعلق بأمراض الظهر وأمراض القلب وأمراض الإنسان. وتبين شيء عجيب سبحان الله، يعني الإنسان يستغرب، أنك إذا أديت الصلاة بأوقاتها وبخشوعها، بحيث تكون بمدتها تتم الركوع والسجود وغير ذلك، تحصد أكبر فائدة طبية منها. نستغرب عندما قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، مؤقت في زمن، يعني ليس هناك عبث في الصلاة، كتابا موقوتا يعني بزمن محدد لكل صلاة، كل صلاة لها وقت يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. طيب أنا أستغرب كيف أن الإنسان الذي
يسمع مثل هذا الكلام ويرى مثل هذه الحقائق ثم يحرم نفسه منها. الشيء الأهم من ذلك أيها الأحبة ما يحدث في الدماغ، وهو أهم مما يحدث في العضلات والقلب، لأن الإنسان عندما يخشع ما الذي يحدث في دماغه؟ عملية الخشوع يسمونها في الخارج بالتأمل، ليس لديهم خشوع. عندما أجروا دراسات واستخدموا جهاز المسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي تبين لهم أن هذا الخشوع وهذا التأمل يؤدي إلى تنشيط منطقة الناصية المسؤولة عن القرار. إذن إذا أردت أن تتخذ قرارا حكيما مناسبا صائبا في قضية مصيرية من حياتك، عليك أن تجلس وتتأمل بعض الوقت ثم تفكر وتتخذ القرار، لأن هذا التأمل ينشط خلايا منطقة الناصية المسؤولة عن اتخاذ هذا القرار، لأن القرارات تتخذ هنا في مقدمة الدماغ في الفص الجبهي الأمامي. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا أردنا أن نتخذ أي قرار بماذا؟ بصلاة الاستخارة، كأنه يقول لك إلجأ أيها الإنسان إلى هذا التأمل، والجأ إلى الخشوع، ثم استخر الله واتخذ القرار. يعني حتى طبيا من الناحية الطبية لا تتسرع في اتخاذ أي قرار، إنما إلجأ إلى الصلاة. وبالتالي كان الصحابة يقولون أن النبي كان يعلمهم الاستخارة في جميع شؤونهم، سبحان الله، حتى الأمور البسيطة جدا يستخيرون الله فيها. انظروا إلى هذه السعادة التي عاشها أولئك الأسلاف رضي الله عنهم، ونحن حرمنا أنفسنا منها للأسف. لذلك لا يسعني إلا أن أقول أيها الأحبة إن بداية القرآن ذكرت فيها الصلاة. قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.